يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله وباب الله ووجه الله واسمه الاعظم سلام يتواصل ويترى عليه وعلى عمته العقيله الكبرى سلام على زينب الطهر وعلى امها القيمه على الدين امام الائمه من ولدها الصديقة الزهراء ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه الثانيه والسبعون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي, وعطشي اليك. إليك. عطش, عطش ايام الجدب وليالي, وليالي المحول الى ماء الحياه. يا, يا امام, أمام. شوقي إليك. اليك شوق الحنين وعطشي, وعطشي اليك, إليك. عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام، هم تضحك, تضحك ايامي أيام واشوف و... فنك، هم تضحك, تضحك ايامي واشوف و... و... لو, لو حزن اسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق. الدرب, الدرب مو حش الدرب يا امام يعني. مو حش مو حش يا امام الدرب موحش يا امام لا صديق ولا رفيق سابقى اودع المغادرين واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز, عزيز علي. علي. عزيز علي أن أجاب دونك وأنار، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدت عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم عنواننا الذي رافقناه في الحلقات المتقدمه ولا زال الحديث يتواصل في اجوائه واحنائه هذا هو الجزء الثامن عشر من نفس هذا العنوان في الحلقه الماضيه تم الكلام في النبوءه الجفريه فقد قسمت النبوءه حينما وصل الحديث متسلسلا اليها قسمتها الى نبوءه جفريه ونبوءه دينيه ونبوءه بشريه وصلت الان الى النبوءه الدينيه ومثلما بينت لكم في الحلقات المتقدمه من ان النبوءات بشكل عام اذا ما بحثنا عن جذورها واصولها فانها تخرج من الدين وتسبح في اجواء الدين حتى تلك النبوءات التي تبدو ان لا علاقه لها بالدين لو بحثنا عن جذورها واصولها لوجدناها لو قد خرجت من الدين لا اتحدث عن دين بعينه ولا اتحدث عن نبوءه بعينها انني اتحدث عن النبوءات في كل الثقافه البشريه واتحدث عن الاديان بغض النظر اكانت سماوية ام كانت ارضية من صناعة الانسان لكنني حين اعنون النبوءة الثانية بالنبوءة الدينية لانها نبوءة دينية بشكل رسمي فانا اتحدث عن الكتب الدينيه قطعا البرنامج ما هو ببرنامج مفصل جدا فيه شيء من التفصيل الى حد ما لذا فاني ساوجه نظري الى الديانه اليهوديه والى الديانه النصرانيه والى ديانه اهل السقيفه ساتحدث عن هذه العناوين بشكل يقرب الصوره بين ايديكم حينما اقول نبوءه دينيه فهذا لا يعني ان النبوءه الجفريه ليست بنبوءه دينيه النبوءه الجفريه هي الاخرى تمتد جذورها الى الدين وتتمازج مع الفكر الديني لكنني اتحدث هنا عن نبوءه دينيه هذه النبوءه جاءت في الكتب الدينيه الرئيسه حينما جعلت ديانة أهل السقيفة مع ديانة اليهود وديانة النصارى لأن أهل السقيفة حرفوا الدين بنحو هو أشد واشد بكثير من تحريف اليهود لدينهم ومن تحريف النصارى لدينهم النبوءه الدينيه هي الاخرى بين بين اتحدث عن النبوءه عند اليهود عند النصارى وعند نواصب السقيفة ما جاء من نبوءة دينية عند هؤلاء لا نملك ضمانا على صدقها ولا نملك ضمانا على صحتها هناك تحريف قد يكون قليلا قد يكون كثيرا بالنتيجه هناك تحريف انا اتحدث عن واقع شيعة العترة لا شأن لي بواقع شيعة المرجئه من مراجع حوزة الطوسي اتحدث عن واقع شيعه الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في هذا الواقع نحن نملك ضمانا من رسول الله صلى الله عليه واله ان اذا ما تمسكنا بالكتاب والعتره على حد سواء بنفس الدرجة بنفس المستوى فإننا لن نضل هذا الضلال ضلال ديني من جهة وضلال علمي من جهة أخرى لأن الضلال الديني يتفرع عن الضلال العلمي الجهل الديني يتفرع عن الجهل الذي هو في مواجهه العلم هناك قضيه واضحه في كلمات الائمه وفي كلمات امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم سيتيهون تيها هذا التيه هو أضعاف تيه بني إسرائيل لماذا؟ لأن مراجع حوزة النجف ذهبوا وراء النواصب ودين النواصب محرف بطريقة هي أسوأ بكثير من طريقة تحريف اليهود لدينهم ومن طريقة تحريف النصارى لدينهم من هنا فإن تيها شيعة المرجعية سيكون أضعاف تيه بني اسرائيل. لو ان مراجع حوزه الطوسي ذهبوا باتجاه اليهودي وباتجاه النصارى لما وقعوا في هذه المتاهه التي تضاعف فيها التيه على الشيعه لصار تيههم كتيه بني اسرائيل وبنو اسرائيل عنوان لليهود وللنصارى ايضا صحيح ان عنوان بني اسرائيل عنوان في المرتبه الاولى يطلق على اليهود لكن النصارى هم ايضا اسرائيليون فعيسى المسيح إسرائيلي ومريم أمه إسرائيلية وآل عمران عائلة عيسى المسيح عائلة أمه مريم هم إسرائيليون جميعا والدين المسيحي أين نشأ نشأ في الوسط الاسرائيلي. الثقافه الدينيه المسيحيه جذورها بالكامل اسرائيليه. على اي حال انا لا اريد ان اتحدث في هذه النقطه كثيرا. هذا التيه المضاعف عند الشيعة بسبب أن مراجعهم ارتكسوا في العيون القذرة الكدرة إنها عيون سقيفة بني ساعدة وهؤلاء نوخصب سقيفة بني ساعدة حرفوا الدين بشكل أسوأ بنحو أكثر مما حرف اليهود دينهم من هنا فان تيه شيعه المراجع اضعاف تيه بني اسرائيل هذا هو السبب مشكله كبيره كبيره جدا هذا هو واقعنا الشيعي هذا الكلام لا اقوله جزافا من خلال تتبعي لمستوى التحريف في كتب اليهود ومن خلال تتبعي لمستوى التحريف في كتب نواصب سقيفة بني ساعدة قد تقولون ما هو المقياس عندك المقياس عندي ضمان رسول الله القران المفسر بتفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير والحديث المفهم بقواعد التفهيم العلوي هذا علي يفهمكم بعدي هذا هو الضمان فانني اقيس تحريف اليهود لدينهم وفقا لهذا المقياس الميزان علي الميزان قرانهم وحديثهم يا علي يا علي رسول الله يقول لامير المؤمنين يا علي يا علي انت اصل الدين انني اقيس كل شيء بمقياس اصل الدين فحينما اقيس التحريف في الديانه اليهوديه مع التحريف في ديانه سقيفه بني ساعده هناك فارق كبير خصوصا فيما يرتبط بالمشروع المهدوي ما يرتبط بالمشروع المهدوي التحريف في الأحاديث في بعض الموضوعات يصل إلى مئة بالمئة وفي كثير منها يصل إلى ثمانين بالمئة بينما التحريف عند اليهود دون ذلك عندهم تحريف كثير لكن تحريفهم دون تحريف نواصب سقيفه بني ساعده من هنا فان النهصبيه شر من اليهودي الذي حرف دينه هذا هو منطق العترة الطاهرة هذا منطق الأحاديث والروايات فمستوى التحريف عند نواصب سقيفة بني ساعدة أضعاف التحريف عند اليهود لو كان المقام لاثبات هذه المساله لجئتكم بالكتب والمصادر وما هو بامر عسير لكنه يحتاج الى العديد من الحلقات لعرض الكتب وتتبعها عند الفريقين عند اليهود وعند نواصب سقيفه بني ساعده وبعد ذلك يخرجون علينا مراجع النجف يخرج علينا السيستاني وغير السيستاني من انه لا توجد فوارق فيما بين ديننا وبين دين نواصب سقيفه بني ساعد نعم الرجل محق لا فرق بين دينه هو بين ديني مرجئه النجف بين دين السيستاني وبين دين نواصب سقيفه بني ساعده لا توجد فوارق الا كالفوارق بين اتباع المذهب الواحد من مذاهب المخالفين هكذا يقول السيستاني في بياناته وهذا الكلام ليس خاصا بالسيستاني اكثرهم في النجف يرددون هذا الكلام على المنابر في الكتب في الدروس في اي موطن يتحدثون فيه عن مثل هذه الموضوعات مشكلتنا كبيره مشكلتنا عويصه وعسيره جدا وانتم جزء من المشكله لانكم مضحكة لا تدركون ماذا يفعل بكم هؤلاء. اتحدث عن مراجع حوزة النجا. انتم مضحكة ولا تعلمون انكم مضحكة. انتم مسخرة بتمام معنى هذه الكلمة ولا تعلمون انكم مسخرة. تتصورون انكم افضل من غيركم هذه مشكله الشيعه الشيعه يتصورون انهم هم الافضل في العالم وهم مسخره لمجموعه من المرجئه النواصب الذين يوصفون بانهم نواب صاحب الزمان وصاحب الزمان بريء منهم كثير من ثقافتنا عن امام زماننا ولا استثني نفسي كثير من ثقافتنا التي تسربت الينا من كتب مرجئه النجف ومن منابر مرجئه النجف ومن مراجع مرجئه النجف كثير من هذه المعلومات إذا أردنا أن نبحث عن جذورها وأصولها فقد جاءتنا من كتب المخالفين ومثل ما بيّنت لكم قبل قليل من أن المشروع المهدوي في كتب المخالفين في بعض موضوعاته يكون التحريف بدرجة مئة بالمئة وفي كثير منها بدرجة ثمانين بالمئة فماذا يتبقى من الحقيقة وهم يأتون بتلك الأحاديث ويخلطونها مع أحاديث العترة الطاهرة في الكتب في الدروس في المجالس في الثقافة العامة في الفضائيات والإعلام على المواقع الالكترونيه في كل مكان في جميع المجالات من هنا جعلت ما جاء في كتب المخالفين نبوءه في عداد اصناف النبوءه الدينيه فهناك نبوءة يهودية وهناك نبوءة نصرانية وهناك نبوءة سقيفية نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند ابي جعفر الثاني امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فاجريت اختلاف الشيعه فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمه فمكثوا الف ثم خلق جميع الاشياء فأشهدهم خلقها. وأجرى طاعتهم عليها. وفوض أمورها إليهم. فهم يحلون ما يشاءون. ويحرمون ما يشاءون. ولن يشاءوا إلا, إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. وتعالى. ثم قال: يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمد. حينما احدثكم عن النبوءه الدينيه اليهوديه النصرانيه السقيفيه حين احدثكم عن هذه النبوءه انني اتحدث عن المشروع المحمدي الذي هو في الحقيقه المشروع المهدوي فما يرتبط بمحمد وال محمد هو هذا الذي اتحدث عنه قطعا ما سأعرضه لكم في هذه الحلقه هو بمثابة أمثلة ونماذج ليس الا فانا لست بصدد الاستقصاء اذا كنت بصدد الاستقصاء فان موضوع النبوءه عند اليهود وعند النصارى موضوع واسع جدا جدا ابدا بهذه الامثله الكتاب الذي بين يدي هو كتاب العهد القديم انها الاسفار الدينيه اليهوديه التي يعتقدون بها في زماننا هذا فهذا الكتاب وهذه الترجمه العربيه لكتاب العهد القديم هو ما عليه اليهود في ايامنا هذه هذا كتابهم من سفر التكوين على سبيل المثال ومن الاصحاح السابع عشر السفر بمثابه كتاب او جزء من اجزاء القران والاصحاح بمثابه السوره ويقسم الإصحاح إلى فقرات بمثابة الآيات فهذا سفر التكوين وهذا الإصحاح السابع عشر ونبدأ من الفقرة الثامنة بعد العاشرة وما بعدها وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك أن يكون برعايتك وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحاق واقيم عهدي معه عهدا ابديا. انا لا اريد ان اناقش هل ان عهد الامامه مع اسحاق ام مع اسماعيل؟ لا اريد ان اناقش هذا الموضوع. ناقشته في برامج سابقه عبر السنين الماضيه. لا اريد ان اناقش كل شيء وانما سالتزم بحدود عرض النماذج والامثله التي ترتبط بموضوع النبوءه الدينيه فهنا بحسب هذه الفقرات هذه الايات عهد الامامه مع اسحاق لا شان لنا بهذا الموضوع وقال ابراهيم لله ليت اسماعيل يعيش امامك فقال الله بل سارت امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحاق واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من بعده واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه استجبت لدعائك فيه هذا الدعاء هو دعاء الامامه الذي جاء مذكورا في سوره البقره انا لا اريد ان اقف عند هذه التفاصيل هم حرفوا جانبا وتركوا جانبا حرفوا بالحدود التي تنفعهم واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ها انا اباركه واثمره واكثره كثيرا جدا اثني عشر رئيسا يلد واجعله امه كبيره اثني عشر رئيسا يلد في اللغة العبرية في المصادر الاصلية جاء التعبير هكذا شنيم عسار نسيئيم ونسيئيم في اللغة العبرية في قواميسهم هي جمع لناس وناسي في لغتهم تعني امام اثني عشر رئيسا شنيم عسار نسيئين ونسيئين كما قلت لكم جمع لناسي وناسي في اللغة العبرية القديمة تعني إمام على أي حال نحن والترجمة اثني عشر رئيسا يلد السؤال هنا يطرح نفسه هل في تاريخ اليهودي أو في تاريخ العربي أو في تاريخ المسلمين أو في تاريخ النصارى من أن إسماعيل ابن إبراهيم ولد له في زمانه اثني عشر رئيسا؟ هل هذا موجود في تاريخ اليهودي في اي مكان هل هذا موجود في ثقافة النصارى في أي مكان هل هذا موجود في تاريخ العربي لأن إسماعيل عاش ومات في بلاد العرب هل ذكر اليهود في تواريخهم ذلك هل ذكر النصارى في تواريخهم ذلك هل ذكر العرب في تواريخهم ذلك هل تحدث المسلمون من السنة أو من الشيعة عن أن إسماعيل ولد له اثنا عشر ولدا في حياته أو أن أولاده الصلبيين ولد لهم اثنا عشر حفيدا لإسماعيل إنهم هم, هم 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 الأئمة الاثنى عشر هم يوجد غيرهم أرشدونا القضيه واضحه واضحه هذا الدين الذي نحن عليه دين الحقيقه دين الحقيقه مهما حرفوا وعودوا الى الى نواصب السقيفه عودوا الى صحيح البخاري الى اصح كتاب عندهم وهو اكثر الكتب تحريفا عندهم لذلك هو الأصح هو الأكثر تدليسا وتحريفا ودجنا لذلك هو الأصح برغم كل تدليسه وتحريفه ما استطاع أن يحذف حديث الأئمة الاثني عشر صحيح انه تركه مبهما ولكنهم بكل ما حرفوا ما استطاعوا في صحاحهم ان يحذفوا حديث الائمه الاثني عشر من قريش من بني هاشم ليس مهما جاء هذا في أحاديثهم وفي كتبهم قضيتنا واضحة واضحة والتحريف واضح هنا واضح عند النصارى واضح والأقبح والأشنع عند السقيفيين هذول الغبران من نجف راخذين وراءهم على اي حال هذه نبوءه جزء من النبوءه الدينيه اليهوديه حرفوها لكنهم ما استطاعوا ان يطمروا اهم جزء فيها العدد هذا العدد الواضح إنها سلسلة الأئمة الاثنى عشر سلسلة الأئمة الأوصياء سلسلة الأئمة الخلفاء سلسلة الأئمة الرؤساء مثل ما جاء هنا في الترجمة اثنى عشر رئيسا يلد وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه الخطاب من الله إلى ابراهيم ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا اثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة من سفر التكوين إلى سفر المزامير زبور داود سفر التكوين هو من أسفار التوراة التوراة في كتاب العهد القديم خمسة أسفار وسفر التكوين هو أحد هذه الأسفار الخمسة فكتاب العهد القديم يبدا بتوراه موسى توراه موسى تتالف بحسب هذا الكتاب من خمسه اسفار قرات عليكم من سفر التكوين من التوراه انتقل بكم الى زبور داود من توراه موسى الى زبور داود والتي يصطلحون عليها المزامير مزامير داوود مزامير داوود تتألف من مجموعة من السور كل سورة يصطلحون عليها مزمور في المزمور السابع والثلاثين يعني في السورة السابعة والثلاثين في المزمور السابع والثلاثين من مزامير داود إنه الزبور ماذا نقرأ في المزمور السابع والثلاثين هكذا نقرأ فيه والذين ينتظرون الرب هم يرثون الارض وافضل عباده امتي كما يقول صلى الله عليه واله انتظار الفرج انتظار الرب انتظار فرج الرب والذين ينتظرون الرب هم يرثون الارض بعد قليل بعدما يرثون الارض بعد قليل لا يكون الشرير الشرير هو اسم للشيطان بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون سينتهي امره عند ظهور امام زماننا اما الودعاء الودعاء وهم الصالحون الذين يحبون السلام ويحبون الخير هؤلاء هم الودعاء اما الودعاء فيرثون الارض ويتلذذون في كثره السلامه لازال المزمور مستمرا اما نسل الاشرار انني اقرا من الفقره التاسعه والعشرين وما بعدها اما نسل الاشرار فينقطع هذا من الفقره الثامنه والعشرين الفقره التاسعه والعشرون تبدا من هنا الصديقون الصديقون يرثون الارض ويسكنونها الى الابد الصديقون يرثون الارض ويسكنونها الى الابد سوره الانبياء الايه الخامسه بعد المئه بعد البسمله ولقد كتبنا في الزبور ها هو الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر لان القران له الهيمنه الكامله أنا أتحدث بثقافتنا لا شأن لي ماذا يعتقد اليهود وماذا يقولون ذن حوائجنا وأغراضنا وجاي ندور عليهم لا شأن لي باليهود وماذا يقولون ذن أغراضاتنا وإحنا نعرفن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون هذا هو الزبور هذا هو الزبور الذي يقرؤونه في بيوتهم ويدرسونه في مدارسهم ويتقربون الى الله بحسب معتقدهم بقراءته في معابدهم هذا هو الزبور الصديقون يرثون الارض ويسكنونها الى الابد فم الصديق يلهج بالحكمه ولسانه ينطق بالحق الايه التي بعدها ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين والبلاغ هو الصدق وهو الحق الايه التي بعدها في سوره الانبياء ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين والبلاغ هو الصدق وهو الحق والايه التي بعدها وما ارسلناك الا رحمه للعالمين سلام على رسول الله سلام على محمد وال محمد في الليل اذا يغشى وفي النهار اذا تجلى سلام عليهم في الصبح اذا تنفس وفي الليل اذا عسعس سلام عليه ما ذر شارق او غارب ماذا ساقرا عليكم المضامين هي هي ساقرا من سوره الانبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا هو المشروع المحمدي الذي هو هو بعينه المشروع المهدوي الأعظم وهذا زبور داوود هذه مزاميره مزامير بني اسرائيل المزمور السابع والثلاثون في الآية التاسعة وما بعدها والذين ينتظرون الرب هم يرثون الارض بعد قليل هذه الايه العاشره الفقره العاشره بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون اما الودعاء فيرثون الارض ويتلذذون في كثره السلامه يستمر المزمور السابع والثلاثون من مزامير داوود من كتاب العهد القديم أما نسل الأشرار فينقطع هذا من الآية الثامنة والعشرين ما بعدها وهي التاسعة والعشرون الصديقون يرثون الارض ويسكنونها الى الابد فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق شريعة الهه في قلبه مضامين الايات التي قرأتها عليكم من سورة الأنبياء من مزامير داوود من زبور داوود إلى سفر إشعياء يقال إشعياء ويقال إشعياء وهو من اسفار النبوءات في الديانه اليهوديه من الاسفار المهمه عندهم التي ترتبط بالنبوءه الدينيه اليهوديه لابد ان اقراه بكامله هل هناك من وقت ساقرا سطورا من مقدمته فقط من الاصحاح الاول إذا كنتم مهتمين بهذا الموضوع فاقرأوا السفر بكامله اقرأوا سفر إشعيا واقرأوا سفر إرميا من أهم أسفار النبوآت في الديانة اليهودية هذان السفران سفر إشعيا وسفر إرميا لا اجد وقتا لقراءه الكثير من هذه الاسفار مثلما قلت لكم انها نماذج كي يتسلسل البحث في هذه الحلقات بشكل مناسب ومنسجم نذهب الى فاصل عن امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الامام كالشمس الطالعه المجلله بنورها للعالم وهي في الافق بحيث لا تنالها الايدي والابصار الامام البدر المنير والسراج الزاهى والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى واجواز البلدان والقفار ولجج البحار الامام الماء العذب على الظما والدال على الهدى والمنجي من الردى الامام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الامام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئه, والشمس المضيئة والسماء الظليله والارض البسيطه والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي الى الله والذاب عن حرم الله الامام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب <applause> اعود الى الاصحاح الاول من سفر اشعياء ساقرا من اول الاصحاح حتى اصل الى الفقره الخامسه بعد العاشره اتمنى عليكم ان تتدبروا معي في هذه الجمل التي ساقراها عليكم من سفر اشعياء ستعرفون لماذا يكرر القران احاديث بني اسرائيل ولماذا يقارن الائمه في احاديثهم ما بين ما جرى في الواقع الاسرائيلي وما جرى في واقع هذه الامه بشكل عام وفي الواقع الشيعي بشكل خاص لماذا يقارن امامنا الصادق صلوات الله عليه في روايه التقليد بين مراجع التقليد عند اليهود ومراجع التقليد عند الشيعه لماذا يقارن الامام الصادق تلك المقارنه المفصله الواضحه تدبروا معي في هذه الجمل وهذه الكلمات قطعا هذه الترجمه ما هي بترجمه ادبيه راقيه جدا انها ترجمه لنص ديني وهي ترجمه فيها ما فيها هناك محاوله من الذين ترجموا هذه النصوص لتخفيف الوطاه في كثير من الموضوعات ولحرف الغايات الى اتجاهات اخرى على اي حال هذا هو الكتاب الرسمي الديني الموجود عند اليهود وعند النصارى أيضا فالنصارى يعتقدون بما جاء في كتاب العهد القديم على أي حال سأقرأ عليكم الإصحاح الأول رؤيا إشعياء بن آموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويوثام وأحاز وحزقيا ملوك يهوذا هذا ما جاء في رؤيا إشعيا نحن عندنا رؤيا لإشعيا في كتاب العهد القديم في كتاب اليهود، وعندنا رؤيا ليوحنا في كتاب العهد الجديد في آخر كتاب العهد الجديد. أيضاً سأأخذ لكم منها بعض السطور. هذا الذي جاء في مقدمة رؤيا إشعياء. اسمعي. اسمعي أيتها السماوات اسمعي اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم هذا كلام الرب بحسب رؤيا أشعياء الرب يقول ربيت بنينا ونشاتهم فان الرب يتحدث عن بنيه من هم بنوه بنو اسرائيل هم يقولون نحن ابناء الرب ربيت بنينا ونشاتهم اما هم فماذا عملوا اما هم فعصوا عليّ. الثور يعرف قانيه. قانيه الذي يمتلكه. مالك الثور يقال له قاني الثور. الثور يعرف قانيه والحمارُ معلف صاحبه يعرف معلف صاحبه أما إسرائيل إسرائيل هنا عنوان لأمة بني إسرائيل فإسرائيل في الأصل هو اسم وصف عبري ليعقوب للنبي يعقوب إسرائيل في العربية تعني صفي الله أما إسرائيل فلا يعرف الرب هو الذي يقول الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه هذا يقودنا الى سوره الجمعه هذا يقودنا الى سوره الجمعه الى الايه الخامسه بعد البسمله مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله انها سوره الجمعه رجل الدين الحمار اساسا كان عند اليهود وبعد ذلك انتقل هذا البرنامج الينا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه يعرف معلف صاحبه أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم الله يقول بحسب ما جاء في كتابهم شعبي لا يفهم ويل ويل للأمة الخاطئة والشيعة كما يقول أمير المؤمنين سيتيهون زمان الغيبة الكبرى تيهان سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل لماذا؟ لأن مراجعهم المرجئه ركضوا وراء نواصب سقيفه بني ساعده ونقضوا بيعه الغدير صاحب الزمان في رسالته الى الشيخ المفيد سنه 410 وعشره للهجره وهو يخاطب اكثر مراجع الشيعه مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعه ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هذا هو واقع مراجع المرجئه في النجف وكربلاء اما اسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم ويل للأمة الخاطئة الشعب الثقيل الإثم نسل فاعلي الشر أولاد مفسدين تركوا الرب استهانوا بقدوس إسرائيل ارتدوا إلى وراء علامة تضربون بعد؟ ماذا تنتظرون؟ لقد فعلتم ما فعلتم. لماذا لا ينزل البلاء عليكم؟ علام تضربون بعد؟ تزدادون زيغانا كل الراس مريض رؤوسكم مراجعكم كل الراس مريض وكل القلب سقيم. عرفتم الان لماذا يقارن الصادق في روايه التقليد في تفسير امامنا الحسن العسكري ما بين مراجع التقليد عند اليهود ومراجع التقليد عند الشيعه زمان الغيبه الكبرى الحكايه واحده كل الراس مريض وكل القلب سقيم من اسفل القدم الى الراس ليس فيه صحه بل جرح بل جرح واحباط وضربه طريه لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت اساليب العلاج بلادكم خربة مدنكم محرقة بالنار أرضكم تأكلها غرباء قدامكم وهي خربة كانقلاب الغرباء فبقيت فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم كمظلة في كرم الكرم هي الحقول التي تزرع بالعنب مزارع العنب فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم كخيمة في مقثأ إنها. مزرعة يزرع فيها الخيار كخيمة في مقثأة كمدينة محاصرة لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدومة وشابهنا عمورة سدوم وعمورة يقال لها عموره عموره عموراء سدوم وعموره مدائن لوط النبي التي خسفت هذه قرى ومدائن لوط النبي انها مدائن قوم لوط لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقية لولا هذه الرحمه لصرنا مثل سدومة وشابهنا عمورة لخسف بنا لخسف ببني إسرائيل اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم الخطاب يوجه إلى فقهاء بني إسرائيل هكذا يقول لهم يعرض بهم من أنهم لواطون الحكايه هي الحكايه اسمعوا كلام الرب يا قضاه سدوم سدوم مدينه قوم لوط التي خسفت اسمعوا كلام الرب يا قضاه سدوم يقول لفقهاء بني اسرائيل لقضاه بني اسرائيل اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم اصغوا الى شريعة الهنا يا شعب عموره الخطاب لشيعتهم لشيعة هؤلاء القضاة فالخطاب يخاطب فقهاء بني اسرائيل من انهم فقهاء سدوم فقهاء اللواط فقهاء مدينة اللواط ويخاطب الشعب من أنهم شعب عمورة مدينة عمورة مدينة اللواط اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم أصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة لماذا لي كثره ذبائحكم يقول الرب لماذا تكثرون بذبح الذبائح انا لا اريد منكم الطقوس اريد منكم الحقائق لماذا لي كثره ذبائحكم يقول الرب اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما اسره حينما تاتون لتظهروا امامي من طلب هذا من ايديكم ان تدوسوا دوري لا اريدكم ان تدخلوا الى معابدي الرب يقول لهم بحسب سفر اشعياء لا اريد ذبائحكم لا اريد عبادتكم لا اريد طقوسكم عباده باطله ما هي عباده الشيعة باطله صلاتهم باطله بحسب فتاوى غبران النجف يقولون لهم لا تذكروا علي في التشهد الوسطي والاخير فان الصلاه ستكون باطله الله لا يريد ركوعكم وسجودكم ما جرى في الأمم السالفة يجري في هذه الأمة رسول الله يقول حذو القذة بالقذة القذة ريشة السهم السهم لا بد أن يكون في آخره قذذ ريشات حتى ينطلق لاصابه الهدف من دون القذذ في اخر السهم ولا بد ان تكون القذذ متساويه بالدقه وبالكامل ان لم تكن القذذ الريشات متساويه فان السهم لن يصيب الهدف سيكون سهما معيبا فما جرى في الامم الماضيه وحينما قالوا له يا رسول الله هل هم اليهود والنصارى؟ قال ومن غيره؟ وهل الناس الا هم؟ ما جرى في الامم الماضيه يجري في هذه الامه حذو القذه بالقذه وحذو النعل بالنعل. باعا بباع الباع هو هذا وذراعا بذراع الذراع هذا باعا بباع وذراعا بذراع ولو انهم دخلوا جحر ضب الضب هذا الحيوان الصحراوي الزاحف ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه منطق واضح ودين واضح وثقافه واضحه تلك هي ثقافه العتره الطاهره الا لعنه على منهج حوزه النجف الا لعنه على علم رجاله وعلم كلامه وعلم اصول فقههم الا لعنه على فتاواهم القذره الا لعنه على عقائدهم الضاله المرجئيه البتريه التقصيريه التقزيميه من طلب هذا من ايديكم ان تدوسوا دوري لا تعودوا تاتون بتقدمة باطله البخور هو مكرهه لي هذه طقوسكم لا اريدها وان كانت في اصلها من الدين رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست اطيق الاثم والاعتكاف رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي صارت علي ثقلا مللت حملها فحين تبسطون ايديكم استر عيني عنكم وان كثرتم الصلاه لا اسمع ويستمر الحديث هذا الحديث اساس لنبوءه مفصله لنبوءه مفصله ماذا سيكون عليه حال بني اسرائيل وفي كل تلك النبوءات تظهر الحقيقه التي تشير الى المشروع المهدوي الاعظم يحاولون اخفاءه يحاولون تضييعه لكنه ينبثق من بين اسفارهم ومن بين هذه الترجمه التي تحاول ان تضيع الحقيقه ومن اشعيا الى ارميا إلى ارميا، ماذا سيفعلون مع هذه الحقيقة التي جاءت في سفر ارميا انه الإصحاح السادس والأربعون انهم حاولوا تضييعها لكنها تشرق 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 رغما عني وعنهم تشرق تشرق هذا هو الاصحاح السادس والاربعون من سفر ارميا وهذه الايه الثالثة وما بعدها حتى نصل إلى الآية العاشرة أعدوا المجنة والترس آلات الحرب أعدوا المجنة والترس وتقدموا للحرب أسرجوا الخيل اسرجوا الخيل واصعدوا ايها الفرسان وانتصبوا بالخوذ اصقلوا الرماح البسوا الدروع لماذا اراهم مرتعبين ومدبرين الى الوراء وقد تحطمت ابطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا الخوف حواليهم يقول الرب الخفيف لا ينوص لا ينوص لا يفر الخفيف لا ينوص التعبير ولا تحين مناص ليس هناك من مفر الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو ما الذي حدث كل هذا؟ أعدوا المجنة والترس وتقدموا للحرب أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ أسقلوا الرماح البسوا الدروع لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا، الخوف حواليهم يقول الرب الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو في الشمال أين في الشمال؟ في الشمال في الشمال بجانب نهر الفرات في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا من هذا الصاعد؟ كالنيل كأنهار تتلاطم أمواهها تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه فيقول أصعد وأغطي الأرض أهلك المدينة والساكنين فيها اصعدي ايتها الخيل اصعدي اصعدي ايتها الخيل وهيجي ايتها المركبات اصعدي ايتها الخيل وهيجي ايتها المركبات ولتخرج الابطال كوشوا وفوطوا القابضان المجن واللوديون القابضون والمادون القوس لماذا لماذا يا ارميا لماذا يا كتاب العهد القديم لماذا يا يهود لماذا 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 يا بني اسرائيل لماذا لماذا كل هذا سفر ارميا هو الذي يجيب فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لماذا؟ لماذا كل هذا؟ فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لماذا؟ لأن للسيد رب الجنود ذبيحة عنده ذبيحة لان للسيد رب الجنود ذبيحه في ارض الشمال عند نهر الفرات يا حسين يا حسين نذهب الى فاصل عن ابي حمزه الثمالي <applause> قال: قال لي ابو جعفر امامنا, إمامنا الباقر صلوات الله, الله عليه انما, إنما يعبد الله من يعرف الله, الله. فأما, فاما من لا يعرف, يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا قلت, قلت جعلت, جعلت فداك فما, فما معرفة, معرفه الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه واله وموالاه علي صلوات الله عليه والائتمام به وبائمه الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل, عز وجل من, من عدوهم, عدوهم. هكذا, هكذا يعرف, يعرف الله عز وجل. وجل. <applause> أية ذبيحة لليهود في أرض الشمال عند نهر الفرات. اية ذبيحة من قلت لكم قبل شوية ذن غريضاتنا حوائجنا واحنا نعرفها الكتاب مشحون بهذه الحقائق مع كل التحريف هناك تحريف في النص العبري وهناك تحريف في النص العربي مع كل التحريف لكن الحقائق انها حقائقهم تبقى لماذا لانها قويه 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 حقائق قويه عظيمه هذا هو معنى التعظيم المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم ما هذا اساس المشروع المهدوي عاشوراء المحرك الاكبر للمشروع المهدوي من هنا ينطلق زيت الوقود من عاشوراء ينطلق متدفقا مندفعا لتحقيق يوم الخلاص هذه الصور صور من يوم الخلاص ولكنهم حاولوا تضييعها اعدوا المجنه والترس وتقدموا للحرب أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ لماذا هناك ذبيحة ذبيحة هناك ذبيحة أين أين هل هي في أورشليم ما علاقة الفرات بفلسطين بأورشليم ذبيحة 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 عند الفرات أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم لأن للسيد رب الجنود ذبيحة ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات يا حسين خبرك منطحت انطحت على الغبر يا حسين ادري بن الفلاس ما بي سام جرا يا حسين والعيتب عن نمضي بيك سلاحك يا غليومه واصعب من صواب الحجر عتبي عليك ما يمحي

ومن سفر ارميا الى سفر دانيال والى الاصحاح الثاني عشر انها الرجعه الرجعه العظيمه قلت لكم ذني غريضاتنا وحوائجنا لا شان لي كيف يفسر اليهود كتابه انا لست متحدثا باسم اليهود الاصحاح الثاني عشر من سفر دانيال من العهد القديم من الكتاب المقدس عند اليهود في زماننا هذا ومن بداية الإصحاح إلى نهاية الآية الرابعة، الفقرة الرابعة وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت امه الى ذلك الوقت ماذا تقولون اليس الحديث عن زمن الفتنه الكبرى عن زمن الغيبه الكبرى وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمان ضيق لم يكن لم يكن منذ كانت امه الى ذلك الوقت وفي ذلك الوقت وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر ينجى هناك من يكون سببا لنجاته من هم الذين سينجون كل من يوجد مكتوبا في السفر، سفر من هذا؟ وكثيرون من الراقدين في تراب الارض الموتى وكثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون هؤلاء الى الحياه الابديه من هم؟ الذين محضوا الايمان محضا وهؤلاء الى العار للازدراء الابدي الذين محضوا الكفر محضا والفاهمون العارفون بامام زمانهم والفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور اما انت يا دانيال فاخفي الكلام واختم السفر الى وقت النهايه كثيرون يتصفحونه والمعرفه تزداد تذكروا هذا العنوان سنحتاجه وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر اي سفر هذا سفر من سيتضح لنا من خلال ما سنقرأه في كتاب العهد الجديد في كتاب النصارى انه سفر الحمل الذبيح هم يفسرونه بعيسى المسيح عيسى بحسب الحقيقه لم يصلب ولم يقتل بحسب ما هم يقولون قد صلب لم يذبح الذي يصلب يقال له مصلوب لا يقال له ذبيح الذبيح ذبيحنا هم يقولون في كتبهم انه الحمل الذبيح فهل عيسى ذبح في اي كتاب من كتبكم عيسى صلب والذي يصلب يقال له مصلوب لا يقال له ذبيح الذبيح ذبيح هنا ذبيح الفرات هناك عند الشمال لأن للسيد رب الجنود ذبيحة هناك هناك عند الفرات وكثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون هؤلاء الى الحياه الابديه وهؤلاء الى العار للازدراء الابدي نحن لا نتوقع ان نجد كل شيء في هذه الكتب بس مثل ما قلت لكم احنا حوايجنا وغرضاتنا نعرفهن وين موجودات. ودليلنا الحاذق الامين قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. نذهب الى فاصل. عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال امير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الاول قال لايه في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قال قلت وما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من اعداء الله عز وجل جلاله فقتلهم هذا هو كتاب العهد الجديد انه الكتاب المقدس عند المسيحيين هذه الكتب التي اقرا منها كتب معابدهم وكنائسهم على سبيل المثال هذه الطبعه طبعه جمعيات الكتاب المقدس في المشرق انها الطبعه الخامسه بيروت لبنان دار المشرق باشراف الرهبانيه اليسوعيه وكلام طويل مذكور هنا لا مهجال لقراءته هذا هو إنجيل متى وهذا الإصحاح الرابع والعشرون من إنجيل متى من الفقرة السادسة والعشرين ساقرا عليكم ما جاء معنونا بمجيء ابن الانسان من هو ابن الانسان انا ساقرا عليكم وانتم تدبروا في هذه المضامين أنا لا أفرض فهمي على النصارى لا شأن لي به ولا أتحدث باسم النصارى نحن نبحث عن حاجتنا في هذه النصوص عندنا حوايج وذولا مضيعينها ملغمطينها تلغمط احنا ندور عليهن ندور على غراضنا فان قيل لكم ها هو ذا في البريه فلا تخرجوا اليها المراد لا تجعلوا الاخرين يضحكون عليكم من رجال الدين وغير رجال الدين فان قيل لكم ها هو ذا في البريه الحديث عن مجيء ابن الانسان فإن قيل لكم ها هو ذا في البرية فلا تخرجوا إليها أو ها هو ذا في المخابئ فلا تصدقوا وكما أن البرق يخرج من المشرق ويلمع حتى المغرب فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان وحيث تكون الجيفة تتجمع النسور وعلى اثر الشده في تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يرسل ضوءه وتتساقط النجوم من السماء وتتزعزع قوات السماوات وتظهر عندئذ في السماء ايه ابن الانسان فتنتحب جميع قبائل الارض وترى ابن الانسان آتيا على غمام السماء في تمام العزة والجلال ويرسل ملائكته ومعهم البوق الكبير فيجمعون الذين اختارهم من جهات الرياح الاربع من اطراف السماوات الى اطرافها الاخرى هذا مجيء ابن الانسان اما علامه مجيئه من التينه خذوا العبره فاذا لانت اغصانها ونبتت اوراقها علمتم ان الصيف قريب وكذلك انتم اذا رايتم هذه الامور كلها فاعلموا ان ابن الانسان قريب على الابواب. الحق اقول لكم لن يزول هذا الجيل حتى تحدث هذه الامور كلها السماء والارض تزولان وكلامي لن يزول فاما ذلك اليوم وتلك الساعه فما من احد يعلمها لا ملائكه السماوات ولا الابن الا الاب وحده وكما كان الامر في ايام نوح فكذلك يكون عند مجيء ابن الانسان فكما كان الناس في الايام التي تقدمت الطوفان ياكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون بناتهم الى يوم دخل نوح السفينه وما كانوا يتوقعون شيئا حتى جاء الطوفان فجرفهم اجمعين فكذلك يكون مجيء ابن الانسان يكون عندئذ رجلان في الحقل فيقبض احدهما ويترك الاخر وتكون امرأتان تطحنان بالرحى فتقبض احداهما وتترك الاخرى فاسهروا اذن اسهروا انتظروا رابطوا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فاسهروا اذن لانكم لا تعلمون اي يوم ياتي ربكم وتعلمون أنه لو عرف رب البيت أي ساعة من الليل يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب ينقب يثقب لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين ففي الساعة التي لا تتوقعونها يأتي ابن الإنسان إنها مضامين أحاديثنا ولكنها صيغت بصياغات كما يريد الذين صاغوا هذه العبائر نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا, اذا رايتم, رأيتم المعروف منكرا, منكرا والمنكر معروفا اكرر قولي من انني لا اريد ان افسر كتب اليهود لليهود ولا اريد ان افسر كتب النصارى للنصارى هم أعلم بكتبهم وثقافتهم مع ملاحظة أنني مطلع على تفاسيرهم على الكثير من تفاسيرهم من تفاسيرهم المطولة ومن تفاسيرهم الموجزة وأنا على معرفة بتفسيرهم في كتبهم لما أقرأ عليكم لكنني لا اريد ان افسر لليهود والنصارى كتبهم لا بحسب ما جاء في تفاسيره ولا بحسب ما اعتقده ولا اريد ان افرض رايا على احد انها امور تعود لنا ضيعها من ضيعها ونحن نبحث عنها من انجيل متى الى رؤيا يوحنا انها اخر سفر من اسفار العهد الجديد الكتاب المقدس للمسيحيين في زماننا هذا. رؤيا يوحنا وهذا هو الإصحاح الأول الفقرة السابعة ها هو ذا آتٍ في الغمام ستراه كل عين حتى الذين طعنوا وتنتحب عليه جميع قبائل الارض اجل امين انا الالف والياء انا لا استطيع ان اقرا كل شيء الوقت يجري سريعا وانا اريد ان اضع بين ايديكم نماذج امثله مما جاء في هذه الكتب من الاصحاح الخامس من اصحاحات رؤيا يوحنا اقرا من الفقره السادسه وما بعدها ف القديس يوحنا هكذا راى في مكاشفته انها مكاشفه رؤيا يوحنا انها مكاشفه مكاشفه غيبيه هذا هو المراد منها بحسب ما يعتقد المسيحيون ورايت بين العرش والاحياء الاربعه وبين الشيوخ انه يرى في الملا الاعلى ورايت بين العرش والاحياء الاربعه وبين الشيوخ حملا قائما كانه ذبيح بعد ذلك سيقول عنه من انه ذبيح كانه ذبيح لانهم يعلمون يعلمون ان المسيح ما هو بذبيح فماذا يصنعون فهكذا يفعلون كانه ذبيح ورايت بين العرش والاحياء الاربعه وبين الشيوخ حملا قائما كانه ذبيح له سبعه قرون هذه رموز واشارات له سبعه قرون وسبع اعين هي ارواح الله السبعه التي ارسلت الى الارض كلها فاتى من الذي اتى؟ هذا الحمل القائم الذي هو في وسط ذلك المكان المقدس الذي كانه ذبيح فاتى وأخذ الكتاب من يمين الجالس على العرش ولما أخذ الكتاب جثى الأحياء الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرون أمام الحمل وكان مع كل واحد منهم كنارة وأكواب من ذهب مُلئت عطورا هي صلوات القديسين وكانوا يرتلون نشيدا جديدا فيقولون انت اهل يخاطبون الحمل الذي كانه ذبيح فيقولون انت اهل لان تاخذ الكتاب وتفض اختامه لانك ذبحت لا يستطيعون ان يغيروا هذا الكلام لانك ذبحت فهو ليس كانه ذبيح هو ذبيح متى ذبح عيسى المسيح هم في تفاسيرهم يقولون هذا عيسى المسيح متى ذبح عيسى المسيح في كتبكم انتم يا ايها النصارى لانك ذبحت وافتديت لله بدمك اناسا من كل قبيله ولسان وشعب وامه وجعلت منهم لالهنا مملكه وكهنه سيملكون على الارض وتوالت رؤياي القديس يوحنا هكذا يقول وتوالت رؤياي فسمعت صوت كثير من الملائكه حول العرش والأحياء والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف وهم يصيحون بأعلى أصواتهم الحمل الذبيح أهل لأن ينال القدرة والغنى والحكمة والقوة والإكرام والمجد والتسبيح وكل خليقة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر وكل ما فيها سمعته يقول للجالس على العرش وللحمل التسبيح والإكرام والمجد والعزة أبد الدهور ماذا نقرأ في الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء بحسب مفاتيح الجنان الزيارة المروية عن إمامنا الصادق مصدرها الأصل الكاف الشريف ماذا نقرأ فيها أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أضلة العرش، وبكى له جميع الخلائق، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع، تتذكرون في الحلقات المتقدمة، لقد حدثتكم عن هذا البكاء إنه تسبيح، إنه تسبيح، هذا البكاء تسبيح بمرتبه دموع اشهد ان دمك سكن في الخلد واقشعرت له اظله العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والارضون السبع يا حسين وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنه والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى فماذا جاء في رؤيا يوحنا؟ وتوالت رؤياي فسمعت صوت كثير من الملائكه حول العرش اشهد ان دمك سكن في الخلد واقشعرت له اظله العرش وتوالت رؤياي فسمعت صوت كثير من الملائكه حول العرش والاحياء والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات والوف الوف وهم يصيحون باعلى اصواتهم الحمل الذبيح اهل لان ينال القدره والغنى والحكمه والقوه والاكرام والمجد والتسبيح وكل خليقه في السماء وعلى الارض وتحت الارض وفي البحر وكل ما فيها، سمعته يقول للجالس على العرش وللحمل التسبيح والاكرام والمجد والعزه ابد الدهور، وكانت الاحياء الاربعه تقول آمين وجثى الشيوخ ساجدين لازلت أقرأ عليكم من رؤيا يوحنا وهذا الإصحاح السابع جاء فيه من الفقرة التاسعة وما بعدها يوحنا القديس يقول رايت بعد ذلك جمعا كثيرا لا يستطيع احد ان يحصيه من كل امه وقبيله وشعب ولسان وكانوا قائمين امام العرش وامام الحمل ماذا يفعلون لابسين حللا بيضاء بايديهم سعف النخل وهم يصيحون باعلى اصواتهم فيقولون الخلاص لالهنا الجالس على العرش وللحمل وكان جميع الملائكه قائمين حول العرش والشيوخ والاحياء الاربعه فسقطوا على وجوههم امام العرش وسجدوا لله قائلين امين لالهنا التسبيح والمجد والحكمه والشكر والاكرام والقدره والقوه ابد الدهور امين هذه الجموع التي كانت قائمه امام العرش وامام الحمل لابسين حللا بيضاء نستمر في قراءه ما جاء في الاصحاح السابع من رؤيا يوحنا فخاطبني احد الشيوخ قال هؤلاء اللابسون الحلل البيضاء من هم ومن اين اتوا فقلت له يا سيدي انت اعلم فقال لي هؤلاء هم الذين اتوا من الشده الكبرى انها الفتنه العظمى انها الغيبه الكبرى هؤلاء هم الذين اتوا من الشده الكبرى وماذا فعلوا وقد غسلوا حللهم وبيضوها باي شيء بدم الحمل الذي يبيت عند الحسين ليله عاشوراء ويؤدي طقوس زياره عاشوراء فانه سيحشر ملطخا بدم حسيني مقدس ما انا الذي اقول الروايات والاحاديث هي التي تقول وقد غسلوا حللهم وبيضوها بدم الحمل لذلك هم امام عرش الله يعبدونه نهارا وليلا في هيكله والجالس على العرش يظللهم فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تلفحهم الشمس ولا الحر، لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة. نحن عندنا في الروايات من أن أشرف مياه الجنة هو ماء الحيوان لماذا؟ لأنه يمزج بدموع الباكين على الحسين والجالس على العرش يضللهم فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تلفحهم الشمس ولا الحر لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم الى ينابيع ماء الحياه هكذا نسلم على امام زماننا السلام عليك يا سفينه النجاه ويا عين الحياه هو عين الحياه امام زماننا هم ماء حياتنا الماء الذي ذكر في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم هو ماء ولايتهم لان الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم اولئك الذين جاءوا لابسين حللا بيضاء وقد غسلوها بدم الحمل لان الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم الى ينابيع ماء الحياه وسيمسح الله كل دمعه من عيونهم ما انا الذي اقول القديس يوحنا بحسب هذه الرؤيا وسيمسح الله كل دمعه من عيونهم ماذا تقول رؤيا يوحنا في الاصحاح الثاني عشر ثم ظهرت ايه عظيمه في السماء هكذا راى يوحنا في رؤياه في مكاشفته الغيبيه هذه في معراجه الروحاني هذا ثم ظهرت ايه عظيمه في السماء ما هي هذه الايه العظيمه التي ظهرت في السماء امراه ملتحفه بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى راسها اكليل من اثني عشر كوكبا رجعنا إلى الإثني عشر ثم ظهرت آية عظيمة في السماء امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا حامل تصرخ من الم المخاض لا ادري هل اقول ما قاله الاصفهاني في الانوار القدسيه والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء هل هو هذا اقرا ماذا جاء في رؤيا يوحنا ثم ظهرت ايه عظيمه في السماء امراه ملتحفه بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى راسها اكليل من اثني عشر كوكبا حامل تصرخ من الم المخاض وظهرت في السماء ايه اخرى تنين التنين الحيه الكبيره جدا تنين كبير اشقر له سبعه رؤوس وعشره قرون وعلى رؤوسه سبعه تيجان انه عدو هذه المراه وذنبه يجر ثلث كواكب السماء فألقاها إلى الأرض ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلد حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه فوضعت ابنا ذكرا غير الذي ابتلعه التنين التنين ابتلع ولدا لها ووقف امام المراه التي توشك ان تلد حتى اذا وضعت ولدها ابتلعه سلام على المحسن الشهيد فوضعت ابنا ذكرا وهو الذي سوف يرعى جميع الامم بعصا من حديد لا سيف الا ذو الفقار وهو الذي سوف يرعى جميع الامم بعصا من حديد وخطف ولدها الى حضره الله الى عرشه بعد ان ولد القائم وجاءت السيدة حكيمة أن تراه فما وجدته سألت الإمام العسكري عن القائم أين هو فقال لها رفعوه إلى العرش الروايات هكذا أخبرتنا ما أنا الذي أقول رفعته الملائكة إلى العرش فألقاها إلى الأرض، ألقى المرأة هذه إلى الأرض فألقاها إلى الأرض. الزهراء تقول: ولقد وقعت على الأرض، والنار تسفع وجهي. هذه كلماتها ما هي كلماتي. حينما عصروها بين الباب والجدار. انا اتذكر هذه المعاني، لا اريد ان افسر هذا النص المسيحيون حاروا في تفسيره، صدقوني. انا اتحدث عبر البث المباشر واعلم ان المسيحيين يتابعون حديثي. انا اقولها عن علم لقد تتبعت تفاسيرهم التفاسير المسيحيه لهذه الرؤيا لقد قرات كثيرا عنها وعندي في مكتبتي العديد بل الكثير من تفاسير الرؤيا ومن تفاسير كتابهم هذا ومن تفاسير كتب اليهود ايضا كيف فسروها من هي هذه المراه هناك من قال انها مريم العذراء لكن علماء التفسير عندهم رفضوا هذا قالوا لا صله بين ما جاء في رؤيا يوحنا وبين مريم العذراء قالوا انها امراه رمز للديانه المسيحيه وقالوا عنها من انها الكنيسه المسيحيه وقالوا ما قالوا من كلام ليس واضحا هم في حيص حبيص في بيان مضمون هذه الرموز في هذه الرؤيا هذا اذا سلمنا ان الرؤيا لم تتعرض لتحريف فالقاها الى الارض ووقف امام المراه التي توشك ان تلد حتى اذا وضعت ولدها ابتلعه ولكنها بعد ذلك وضعت ابنا ذكرا انه فرحتها فرحه الزهراء سلام على فرحه الزهراء وسرورها سلام على بهجه قلبها وحبورها فالقاها الى الارض ووقف امام المراه التي توشك ان تلد حتى اذا وضعت ولدها ابتلعه فوضعت ابنا ذكرا وهو الذي سوف يرعى جميع الامم بعصا من حديد وخطف ولدها الى حضره الله الى عرشه وهربت المراه الى البريه حتى أعد الله لها مكانا لتقات هناك ألف يوم ومئتي يوم وستين ونشبت حرب في السماء نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل سنعرف أحداث هذه الحرب من حديث طويل رواه ابو بصير عن امامنا ابي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه جاء في خروج السفياني واليماني والخراساني في سنه واحده وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي رايه هدى لانه يدعو الى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لانه, لأنه يدعو, يدعو الى الحق والى, وإلى طريق, طريق مستقيم ونشبت حرب في السماء فان ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته فلم يقوى عليهم ولا بقي لهم مكان في السماء فالقي التنين الكبير الحيه القديمه التنين الكبير الحيه القديمه عنوان لابليس عنوان للشيطان ذاك الذي يقال له ابليس والشيطان مضلل المعمور كله القي الى الارض والقي معه ملائكته ثم سمعت صوتا جهيرا في السماء يقول الان حصل خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه فقد القي متهم اخوتنا الذي يتهمهم نهارا وليلا عند الهنا انهم قد غلبوه غلبوه باي شيء بدم الحمل وبكلمه شهادتهم ولم يفضلوا حياتهم على الموت فلذلك افرحي ايتها السماوات وافرحوا يا سكانها الويل لكما ايها البر والبحر ان ابليس قد هبط عليكما يستشيط غيظا وقد علم ان له وقتا قليلا سينتهي وقته عند ظهور امام زماننا وراى التنين انه قد القي الى الارض فطارد المراه التي وضعت الولد الذكر فاعطيت المراه جناحي العقاب الكبير لتطير بهما الى البريه الى مكانها فتقات هناك وقتا ووقتين ونصف وقت في مامن من الحيه فافرغت الحيه من فمها خلف المراه مثل نهر من الماء ليجرفها النهر فاغاثت الارض المراه ففتحت الارض فاها وابتلعت النهر الذي افرغه التنين من فمه فغضب التنين على المراه ومضى يحارب سائر نسلها الذين يحفظون وصايا الله ومضى يحارب سائر نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهاده يسوع المسيح فوقف على رمل البحر ورايت وحشا خارجا من البحر له سبعه رؤوس وعشره قرون وعلى قرونه عشره تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف التجديف هو الارتداد والضلال والكلام الفاحش المسيء الى الله واوليائه هذا هو التجديف في الثقافه المسيحيه وعلى رؤوسه اسم تجديف وكان الوحش الذي رايته اشبه بالفهد وقوائمه مثل قوائم الدب وفمه مثل فم الاسد فاولاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما وكان احد رؤوسه كانه ذبح ذبحا مميتا فشفي جرحه المميت فتعجبت الدنيا كلها وتبعت الوحش وسجدوا للتنين لانه اولى الوحش السلطان وسجدوا للوحش وقالوا من مثل الوحش ومن يستطيع محاربته فاعطي فمن يتكلم بالكبرياء والتجديف واولي سلطانا على العمل اثنين واربعين شهرا ففتح فاه للتجديف على الله فجدف على اسمه ومسكنه وعلى سكان السماء واولي ان يحارب القديسين ويغلبهم واولي سلطانا على كل قبيله وشعب ولسان وامه وسيسجد له اهل الارض جميعا من هم هؤلاء الذين سجدوا للوحش سجدوا لعدو الله اولئك الذين لم تكتب اسماؤهم منذ انشاء العالم في سفر الحياه ما هو هذا السفر مرت الاشاره اليه في كتاب العهد القديم وانا كنت اقرا عليكم من سفر دانيال عن الرجعه اولئك الذين لم تكتب اسماءهم منذ انشاء العالم في سفر الحياه ما هو سفر الحياة؟ سفر الحمل الذبيح من كان له اذنان فليسمع فليتعظ فإن سفر الحياة هو سفر الحمل الذبيح إلى أن نقرأ في رؤيا يوحنا في الاصحاح التاسع عشر القديس يوحنا يقول ورايت السماء مفتوحه واذا فرس ابيض يدعى فارسه الامين الصادق وبالعدل يقضي ويحارب عيناه كلهب النار وعلى راسه اكاليل كثيره له اسم مكتوب ما من احد يعرفه الا هو ويلبس رداء مخضبا بالدم امام زماننا حينما يخرج يكون مرتديا قميص رسول الله صلى الله عليه واله الذي هو ملطخ بدمه الذي سال منه في يوم احد هكذا تحدثنا الروايات انه دم رسول الله صلى الله عليه واله ورايت السماء مفتوحه واذا فرس ابيض يدعى فارسه الامين صادق وبالعدل يقضي ويحارب عيناه كلهب النار وعلى راسه اكاليل كثيره له اسم مكتوب ما من احد يعرفه الا هو ويلبس رداء مخضبا بالدم واسمه كلمه الله وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسه كتانا ناعما ابيض خالصا عمائمهم البيضاء التي لها ذؤابتان عمائم ملائكه بدر الذين ينتظرون عند قبر الحسين في كربلاء قائدهم الملاك العظيم منصور يا منصور امت يا منصور امت وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسه كتانا ناعما ابيض خالصا ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الامم فصاحتهم بيانهم وانه سيرعاها بعصا من حديد لا فتى الا علي الا علي ولا سيف الا ذو الفقار ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم وإنه سيرعاها بعصا من حديد ويدوس في معصرة خمرة سورة غضب الله القدير وعلى ردائه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب الى ان تستمر الرؤيا حتى نصل الى الاصحاح الثاني والعشرين هكذا يقول القديس يوحنا في معراجه في رؤياه الروحانيه هذه واراني الملاك نهر ماء الحياه براقا كالبلور ينبثق من عرش الله والحمل وفي وسط الساحه وبين شعبتي النهر شجره حياه تثمر اثنتي عشره مره رجعنا الى هذا العدد المقدس تثمر اثنتي عشرة مرة في كل شهر تعطي ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم ولن يكون لعن بعد الآن وعرش الله والحمل سيكون في المدينة وسيعبده عباده ويشاهدون وجهه ويكون اسمه على جباههم ولن يكون ليل بعد الان فلن يحتاجوا الى نور سراج ولا ضياء الشمس لان الرب الاله سيضيء لهم واشرقت الارض بنور ربها الاحاديث اخبرتنا في تفسير الايه من ان الناس ستستغني بنور إمام زماننا ولا تحتاج إلى نور الشمس والقمر وأشرقت الأرض بنور ربها المفضل بن عمر حدثنا عن إمامنا الصادق والرواية في تفسير القمي رضوان الله تعالى على المفضل وحل القمي وصلوات دائمة على إمامنا الصادق المصدق وسلام على الذي ستشرق الارض بنوره على بقية الله ولن يكون ليل بعد الان فلن يحتاجوا الى نور سراج ولا ضياء الشمس لان الرب الاله سيضيء لهم وسيملكون ابد الدهور وقت الحلقه انتهى نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا يا حسين يا حسين يا حسين وانتم قولوا ايضا يا حسين في امانك